المزيد ينضم إلينا سيد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. أرحب بك، وبداية حدثنا عن هذا الأثر الاقتصادي لما جرى اليوم من افتتاحات. احنا عارفين طبعا ان اليوم شرف قطاع البترول الدكتور مصطفى، وكان في استقبال المهندس طارق، وفي نفس الوقت كان محافظ مطروح متواجد. الميناء دوت ميناء بترولي تخصصي، لموقع استراتيجي على البحر المتوسط، ودوت هيبقى بيساهم في استكمال منظومة البنية الأساسية لمصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز من خلال المشروعات اللي بيتم تنفيذها، عشان نقدر نرفع كفاءة التسهيلات الموجودة في الميناء للاستفادة من الموقع الاستراتيجي زي ما شرحت لحضرتك. وفي نفس الوقت هذا الميناء هيبقى المنفذ الرئيسي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات اللي هيتم انشائها في مدينه العالمين. طبعا في نفس الوقت يعني هذا الميناء اليوم تم الدكتور مصطفى تم اعطاء شارط بدء تشغيل الخط البحري الجديد، ده طوله حوالي 8 كيلو زي ما حضرتك ذكرت، بتكلفه حوالي 100 مليون دولار. الطاقه بتاعته مليون. ايضا في نفس الوقت في الشمندوره اللي بيتم عليها رسو النقلات البتروليه عند التفريغ او عند الشحن، هذه الشمندوره طبعا شمندوره جديده ايضا، ودي كل ده في اطار رفع كفاءه الميناء البترولي المتخصص اللي يقع في منطقه الصحراء الغربيه منطقه العلمين على بعد 120 كيلو على عمان مدينة الإسكندرية. أيضا السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس طارق الملا وزير البترول شرح له أهم المشروعات اللي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بمجمع البلوف، اللي هو تم استبدال المجمع القديم كله بمجمع جديد للبلوف. اتكلم معالي الوزير أيضا على المشروعات الجديدة الجاري دلوقتي تطويرها في مستودعين حاليا تخزين البترول الخام، يتم حاليا انشائهم، التكلفه حوالي 64 مليون دولار. ده المستودعين دول باحتمال تنفيذهم هيرفعوا الطاقه التخزينيه ميناء الحمراء من 1.5 مليون برميل حاليا الى حوالي 2.8 مليون برميل بعد انتهائهم. فطبعا بايد من ضمن المشروعات المهمة اللي بيتم حاليا تنفيذها في ميناء الحمراء، ودي كلها لها فوائد اقتصادية جامة على قطاع البترول في مصر، مشروع التحكم الآلي عشان تداول الزيت الخام، عشان نقدر نتحكم في كل التسهيلات اللي موجودة في ميناء الحمراء. عملية التداول الخام تتم بأحدث أنظمة التحكم والأمان. الدكتور مصطفى أكد خلال زيارته على أهمية اتباع أحدث الوسائل الخاصة بالأمان الصحي وحماية البيئة، واطمأن على الإجراءات الموجودة وبيتبعها الميناء للحفاظ على سلامة المواطن السلام العاملين كأمن صناعي، وأيضا لحماية البيئة حرية في منطقة البحر المتوسط. عملية رفع كفاءة الميناء بهذا الشكل وبهذه الأرقام الكبيرة، هل كانت بأيد مصرية خالصة أم كان هناك تعاون مع خبراء من الخارج؟ لا، هي كانت بأيد مصرية خالصة. احنا عندنا الشركات المصرية بتروجيت وشركة إنبي في زراعة هندسي وفي زراعة تنفيذي، وكل هذه الإجراءات اللي تمت والتطبيقات اللي تم تطبيقها فيما يتعلق برفع كفاءة الميناء، لأن الميناء ده بيتبع شركة بترول الصحراء الغربية شركة ويبكو، وهي اللي بتدير هذا الميناء، وبتروجيت بالفعل دلوقتي هي اللي بتقوم دلوقتي بتنفيذ المشروعات الجديدة الخاصة بالتخزين. وبالتالي احنا بنقول ان الخبرة المصرية، مصر كبترول لنا خبرة أكثر من 100 سنة في هذا المجال، وبالتالي احنا بنقول ان لدينا حاليا شركات بترول مصرية بتعمل خارج مصر،
وبتعمل في دول بترولية كبرى مثل السعودية ومثل الكويت، في دول أخرى مثل سلطنة عمان. فبالتالي هذه الشركات اكتسبت الخبرات المتميزة، بل وأصبحت حاليا تعمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الشركتين، سواء الشركة العالمية أو شركة بتروجيت أو إنبي في خارج مصر في المواقع البترولية. سؤالي الأخير، أشرت لكلام رئيس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية، هل تم تنفيذ المشروع في الجدول الزمني المتفق عليه مسبقا، أم أن كورونا أثر أو أثر بعض الشيء على معدلات الإنجاز؟ إحنا حضرتك في قطاع البترول بيتم المهندس طارق مولنا كان بيتابع باستمرار البرامج الزمنية، إن كان حصل بعض التباطؤ فيما يتعلق ببعض أجزاء المشروع، لكن هذا المشروع تم تنفيذه وفقا للبرنامج الزمني، ما حصلش تعطيل، لان احنا دي مشروعات مستمره. موضوع تطوير الخط البحري الشمندوره، دي الحاجات دي بتتعمل، ما بتتعملش في الخمس اشهر اللي فاتوا دول او الست شهور، ده برنامج موجود للتطوير بيتم العمل فيه، والحمد لله قدرنا ان احنا نخلصه في فتره وجيزه وفقا للبرنامج الزمني. هو زي معالي رئيس الوزراء شاف النهارده على الطبيعه العاملين بيعملوا في المستودعين الجديدين اللي بيتم حاليا تنفيذهم لرفع الطاقه التخزينيه لميناء الحمراء البترول. شكرا جزيلا السيد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول والثروه المعدنيه، كنت معي هاتفيا من القاهره.